وجاء حضور الجمعية ومشاركتها في المعرض ضمن عدة أنشطة موازية تكملها الجمعية في هذا الصدد. فتنزيل لبرنامج الجمعية قامت الجمعية بعدة أنشطة منها الثقافية والأدبية ومنها الفنية. وحظيت الجمعية في على سبيل المثال لتقريب القراءة بالناشئة، لأن لاحظت الجمعية أنه منذ أن فازت الناشئة مريم أمجون بالجائزة الأولى للقراءة لاحظت الجمعية أنه أصبح إقبال كبير على المكتبات. لاحظنا أن الآباء حتى الآباء والأمهات أصبحوا يرافقون أبنائهم إلى المكتبات لاقتناء الكتب والقصص وما يتعلق بالثقافة. ولهذا رأت الجمعية أنه تشجيعا للقراءة للناشئة الصاعدة عقدت الجمعية حفل تكريم بالمعرض الدولي للكتاب لتشجيع القراءة. وفعلا حضرنا الناشئة مريم إلى المعرض، لأنها في هذا المعرض قامت بجوج ديال الأنشطة مريم أمجون لتقريب الأطفال إلى القراءة، فأشرفت على ورشة ديال القراءة بإشراف وزارة الثقافة، ثم خصصناها بحفل تكريم كان فعلا حفل يليق بمقام المرتبة الأولى على الصعيد العربي في القراءة. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ أنت تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.